السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأخوة الكرام. لا تشتري أبدا هذا النوع من الدراجات النارية. سأضع صورة، وليس المقصود هذه الدراجة النارية، وإنما المقصود كل من يشبه هذه الدراجة النارية. وفي الأخير كيبقى هذا الرأي ديالي الشخصي الخاص بي، وأنت حر في ذلك، اختار اللي بغيتي. وإلا كنتي كتمتلك بحال هذا النوع من الدراجات فبلا ما تقلق بلا ما والو، يعني خذ هذه الانتقادات بصدر رحب وشكرا. تابعوني بعد هذا الفاصل. انا كنلاحظ واحد القضيه في هذه الشركات ديال الدراجات، واحد الشيء غريب وعجيب. يعني تخيلوا معايا الاخوان، مثلا هذه الدراجه الناريه اللي هي دوكر سي 50، شنو كتلقى؟ كتلقى كرسي مليح، كرسي ناضي يعني، وكتلقى كذلك الكرسي ديال الباساجي حتى هو ناضي، يعني جوج ناس مخيرا، وكيهز به اكثر يعني جوج ناس كيركبوا مخيرا. ولكن استهلال اللي عايز يزيد الموتور ما كاينش، محرك اللي عايز يزيد الموتور قد الفولة ولكن يهز، ولكن المحرك ما كاينش، المحرك يعجي. بينما كتلقى العكس في المطار الاخرين، كتلقى المحرك تبارك الله محرك ديال سيارة جر تقريبا هذا بحال هذا مثلا في 350 سي سي، 350 سي سي راه تريبورتور فيه يلاه 150 مسكين، 150 سي سي هذا فيه 350 سي سي، يعني يجر لك سيارة وكتلقاه مجهد، ولكن الكرسي ما كاينش، كاين بلاصه وحده. وهاد البلايص هادي شنو عتهز فيها هنايا؟ يهز الدجاجة، يهز شنو؟ فروج، شنو يهز؟ فروج فقط يعني. تكون راكب انت هنايا وهز معاك فريغيز ولا شي دجاجة ولا شي حاجة. انا كيبان لي هاد الشركات فصلوه على الشكل ديال المعزة. ربما هاد المهندس اللي هندس هاد الموتور هذا كان عنده قليش معزة في الدار، بانت له هو حط بحالها، هادشي اللي بالي. بينما كتلقى الهارلي كتلقاه مغطي من الخلفية ديالو مريقل مصايب، ما كيبان لك هو هذا كيبان لك مهزوز معزة نيشان. والله الا الاخوان كنشوف شي وحدين عندهم بحال هاد الماطر المقزبين، والله هاز الباساجي وراه شنو في راكب بعد داك السيد؟ راكب فوق منه، راكب فوق منه نيشان، راكب فوق منه، ما عندوش فين يركب. الا ركب هنا يتقلب، يعني كتلقى السيد راكب هنا والاخر ما عنده فين يركب، يعني فين يركب. هذا شيء عجيب وغريب في هاد الشركات. والله انا عارف هاد الموتور بانه موتور شبابي ماشي ترايل، يعني خلاصه الكلام هذا الموتور اللي من يصلح. انا كيبان لي هذا الموتور هذا يصلح لشي واحد مقطوع من الشجره، ما كيهز معاه حتى شي واحد والو، كيركب بوحدو فقط، يعني كيركب بوحدو فقط، ما كاينش شي واحد يهزو. وهاد القضيه هادي راه لابد ايها الاخوه، الانسان لابد واحد النهار الوالده مثلا ولا الوالد يقول لك مثلا هزني ديني ديك البلاصه ولا ديني ديك المكان، فين عتهزو؟ بحال هذا الموتور هذا فين عتهزو؟ يعني قول لي فين عتهزو. بالاخص لا كان الاب ديالك ولا الام ديالك ولا اخ ديالك غليت شي شويه فاتهز، ما خطا يركب فوق ظهرك وصافي. يعني خصك تشري هذيك الحماله اللي كيهزوا بها الاطفال كيبيعوها بعض المرات في الفيسبوك، تهزها وتركبها فوق الظهر ديالك الا بغيتي تركبو. يعني الا شريتي الموتور خاصك ضروري تشري مع هاد الحماله هادي باش تكون بخير، باش لو بغيتي تهز شي واحد تلقاه بجنبك اصحيب، والا تهز شي واحد اصدق نطيحو اصدق نادم انا شريت الموتور نهار الاول. هاد جوج ديال الملاحظات اللي عندي في هاد الموتور هذا. الملاحظه الاولى اللي عندي هي بيكي سنترال ما كاينش، والبيكي سنترال راه ضروري يا الاخوان، راه ضروري الا بغيتي راه تحتاجو بزاف كاع، لان البيكي ديال الجنب مع المده الطويله راه كياثر على الموتور. اذا كان الانسان عنده مثلا في الموتور ديالو فقط البيكي ديال الجنب ما عندوش البيكي سنترال ديال الوسط، مع المده الموتور كيتاثر، يعني هاد الرويده اللورانيه كيوقع على واحد الخلل مع الوقت. يعني هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هاد الكرسي، هذا كرسي واحد فقط داير لك واحد 3 سنتيم اللي باقا ولا 4 سنتيم، اش غتهز هنايا؟ هنا اش غتهز؟ هادشي اللي كان الاخوان، تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.